نديرو، من بعد فاش كتكون يعني صافي تمكن شي من هادشي وليتي ماضي صافي، خدم بروجي تاع خويا ديالك، خدم بروجي اللي داير مكاينش باش تزيد تستافد، فوالا هادشي اللي كاين. وواحد الحاجة أخرى مصعبش ديرو، لايك كومنت وحاول تفرجو الفيديو لاخر كيما كتعرفو راه يوتيوب بلاصة خدامة ولا لا ديوري ديال الفيديو صراحة كتبان لي حاجة مزيانة، يعني كل ما كان الناس تفرجو في الفيديو بزاف يعني استغرقوا وقت طويل في الفيديو ديالك إلا أنهم عجبهم، ويوتيوب باش تقترحو لناس أخرين. بالعكس باش كيكون واحد الفيديو مع الناس ما كتفرجش فيه دقيقة نص دقيقة باش تخرج يعني داك الفيديو راه مفيهش شي إفادة و صافي و مكتقترحوش على ناس كتر. وخا صراحة المشكل فينا إخوانا ماشي في يوتيوب ولا شي حاجة، المشكل فينا حنا كان دابا كنتفرجو غير في لي فيديو لي عندو نتا شي عام، واحد الفيديو لي كتستافد منو راه ما الناس لي كيديرو فيديو ما فيهم إفادة راه مكنتفرجوش فيهم، هو المشكل. المهم حنا لينا الإخوان كنديرو كنحاولو نشرحلكم يعني أي حاجة كنا تعلمناها كنحاولو نبارطاجيوها معاكم، وأي واحد بغا شي حاجة الإخوان يحطها في كومنت. وبالنسبة للناس لي صاوبو شي بورتفوليو ولا شي بروجي، أكثر لي بورتفوليو لي صاوب شي بورتفوليو أو بارطاجا يعني خدالو دومين بارطاجيه معانا ونحاول ندوزو فلاشين الجاي. وهادشي لي كاين، كنتمنى يكون عجبكم هاد الفيديو واستفدتو، غنحاول كيما قلتلكم الإخوان نخليلكم الكود HTML CSS أو جافا سكريبت. كيما قلتلكم الإخوان حاولوا تخدمو بروجي بوحدكم، هاد رجعوا للكود أو فهموا الكود، حاولوا تفهموا الكود يعني أي حاجة من تلك هنا، علاش أخويا شناهي أي حاجة أي حاجة، شناهي الفون سايز، شناهي الفليكس، يعني أي حاجة من تلك هنا حاول تفهمو، وأي حاجة تحاول تخدم حاجة الجراوند سايز تحاول ديرها كوبي وديرها كولي في جوجل، يطلعلك أول سيت تدخل ليه كيعطيك انشيلا يعني شنو الطاو ديال الباكراوند سايز. فوالا نقدرو نديرو مثال معاكم، تاني كذا خد هادي نحاول ناخدو الباكراوند كابي ونجي من هنا ديما هكا، ورا محتاج حتى شي واحد مثلا بروجرام سايز. فوالا اسمحوا لي اخواني على الكونيكسيون شقيه، يطلع لك اول شي بحال هكا تخلو سوا هاد السيت هذا ديال دبل فيجوال سكول ولا داك الاول كامل كيعطيوك داكشي مزيان، كيعطيوك امشي للاخوان يعني ماشي غير كيما كتشوفوها، كيعطيوك كاع الامشي ديال background size background هي اللي كنا درنا الاخوان background repeat كديرو no repeat باش ما كتطلعش التصويرة بزاف ديال المرات. فوالا هي كنا درنا في الكود ديالنا فين هي background repeat هي اللي no repeat هي باش ما تعاودناش التصويرة بزاف ديال المرات. background size كافر وهذا باش كتاخد لك الكافر كاملة 30% background size 200 بيكسل 100 بيكسل و كتاخد لك 100 بيكسل و كتاخد لك 200 بيكسل و 100 بيكسل. كما كتشوف الاخوان هاد السيت راه زوين يعني يعاونكم بزاف، يعني اي حاجة بديروها هي بحال هاكا، اي حاجة مفهمتيهاش طابيها في جوجل و كطلع لك شوف كما كتشوف background size كامل كاع داكشي كيهضرك الكومنت keyword value one value syntax يعني كيعطيك تو كامل كيشرحلك هادشي لي كاين الاخوان. في هاد الفيديو كنتمنى تكونو استفدتو معانا وان شاء الله نتلاقاو في بروجي جديد. هادشي لي كاين، متنساوش لايك وكمل الفيديو حتى لخر وبارطاجيو مع الناس لي تا هما في نفس الدومين كيعجبهم البروغرامين يستفدو معانا، وان شاء الله نحاولو نخدمو بروجيات كاملين. هادشي لي كاين و تهلاو.